بسم الله والحمد لله. المرأة الجزائرية فيها 5 صفات مش هتلاقيهم في أي امرأة تانية في العالم غير في المرأة الجزائرية. الصفة الأولى الحكمة والحكم، مش بس حتشبسوس المصرية ولا كيلوباترا هم اللي حكموا دولة، ولكن الملكة تنهينان حكمت الجزائر من تمرست. الملكة ديهية أو تيهية الملقبة بالكاهنة حكمت شمال إفريقيا كله، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، من ولاية خنشلة الجزائرية. الصفة التانية هي العفة والشرف، ودي حاجات مش محتاجين نحكي عليها، ولا هحكي القصص دي على لساني ولا على لسان حد جزائري. القصة الأولى بيحكيها جنود الاستعمار الفرنسي، بيقولوا في أي اجتياح أو تمشيط لأي قرية أو مدينة جزائرية على طول كانت تجري النساء الجزائريات على الحظائر وبيلطخوا ملابسهم وأجسادهم بالروس علشان محدش منا يجرب عليهم. أما القصة الثانية فحاليا انتشرت عمليات التجميل اللي بيصغر مناخيره واللي بينفخ شفايفه أو شنبه. أما النساء الجزائريات في فترة الاستعمار فكانوا بيشوهوا وشوشهم بالوشوم علشان ينفروا جنود الاستعمار اللي كانوا بيعتبروا الوشوم دي عبارة عن سحر وشعوذة وحاجات كده ممكن تصيبهم بلعنة. الصفة الثالثة الجهاد والكفاح، وفي الصفة دي محدش بينافس الجزائريات غير المسلمات في صدر الإسلام اللي كانوا بيجاهدوا مع الجيوش جهاد الطلب، اللي كانوا بيطلعوا مع الجيوش اللي رايحين يحاربوا الفرس والروم، بيجهزوا لهم الطعام وبيمرضوا الجرحى. أما النساء الجزائريات فكان دورهم أكبر من كده، وكانوا بيشتغلوا في الجاسوسية أيضا وفي فك الحصار عن القرى والمدن المحاصرة. الصفة الرابعة وهي ثقافة المرأة الجزائرية، واللي ليها أكتر من مصدر، الثقافة المحلية والعادات والتقاليد المحلية، ده غير ثقافة الشرق اللي جابوها الأتراك، في الثقافة الغربية اللي جت من المسلمين اللي هربوا من الأندلس. وبالتالي المرأة الجزائرية متعددة الثقافات، مخها تقريبا زي بنك المعلومات. الصفة الخامسة والأخيرة نتكلم عليها النهاردة الدين والحشمة، واللي مش بينافس فيها الجزائريات غير أيضا المسلمات في شبه الجزيرة العربية في صدر الإسلام. تشوف الكلام ده في زيهم الرسمي أو التقليدي اللي بيغطي المرأة زي ما احنا بنقول في مصر من ساسها لرأسها. وكده تبقى انتهت حلقتنا النهاردة، نشوفكم على خير في الحلقات القادمة.